ايه اللي بيحصل في قصة بوبينزا؟ تعرفتوا خلاص ان بوبينزا انضم للفريق الروماني بوخارست، والموضوع بالنسبة لنادي الزمالك اتقفل خلاص. طيب الزمالك اتقفل بالنسبة للزمالك في ايه؟ في انه يضم اللاعب خلاص، راجل وقع هناك رسمي وخلاص دخل مع الفريق. بس ما اتقفلش في الزمالك من جانب اخر، الزمالك بيجهز ملف كامل في بقى اتفاقية التعاقد اللي كان فيها توقيع بوبينزا وفيها شروط الاتفاق اللي تم الموافقة عليها من الطرفين، بجانب نسخة من تذاكر الطيران اللي تم حجزها وإرسالها إلى اللاعب. الملف أيضا بيشمل تسجيلات صوتية لبوبينزا بيعلن فيها موافقته على كافة الشروط الخاصة بالتعاقد. كمان في الملف صور أو سكرين شوتس مثلا من إعلان نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية وصول البطاقة الدولية لبوبينزا وضم اللاعب بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد. كان نادي بوخارست الروماني أعلن تعاقده مع اللاعب، والأمور بالنسبة لنادي الزمالك رايحة لإجراءات قانونية. تصريحات بوبينزا في رومانيا أشار خلالها لتدخل وكيله لتحويل وجهته إلى نادي بوخارست الروماني، وده برضه هيتحط في الملف. إيه اللي حصل؟ إيه اللي بيحصل؟ إزاي النادي الروماني تدخل في الأمر؟ هل النادي الروماني له الحق في ضم اللاعب ولا لأ؟ هل أصلا فكرة البطاقة الدولية تبقى في الزمالك وتروح للنادي الروماني ده عادي ولا مش عادي؟ إجراءات قانونية هتحصل من نادي الزمالك ممكن توصل لحد فين؟ هل إيقاف اللاعب؟ هل الزمالك هيحصل على غرامة يتحملها اللاعب، يتحملها النادي الروماني؟ ايه اللي هيحصل؟ معايا دلوقتي عبر الهاتف الصحفي الروماني ايمانويل روسو للحديث عن انضمام بوبينزا الى نادي رابط بوخارست. يا فندم مشرف ومنور، سعيد بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. مرحبا، اهلا بمصر كلها، انا سعيد للتحدث مع الاعلام المصري الليله. طيب معلوماتك ايه عن انضمام بوبينزا لفريق رابط بوخارست بعد ما وقع على اتفاقيه تعاقد مع نادي الزمالك المصري؟ بالطبع الزمالك حر أن يعلن عما يريده أو عما يعتقد أن له الحق فيه، ولكن الإجراءات واللاعب والنادي الروماني قد اتخذوا من جانبهم ما يظنون أنه الحق قانونا. ورابط بوخارست لم يرى أي عقد بين اللاعب وأي نادي، كان لاعب حر، لم يرى أي عقد بين اللاعب ونادي الزمالك، فبالتالي موقف النادي الروماني واضح، كان لديهم الضوء الأخضر ليوقعوا مع اللاعب، وحاول اللاعب أن يخرج فيزا شنغن ليسافر من نيجيريا لرومانيا. وصل لبوخارست يوم الجمعة وتمرن مع تدرب مع الفريق ولم يشارك حتى الآن، لأن الأمور والإجراءات تأخذ وقتا لتسجيل اللاعب والمشاركة مباشرة، وحتى هذه اللحظة هو لاعب لرابط بوخارست. هم واثقون في رومانيا من موقفهم وأن المشاكل تخص الزمالك وبوبينزا، ولكن النادي الروماني لا شيء عليه. ومدير النادي قال أن موقفهم إيجابي 100%، وأن الأمر خاص بالعملاق المصري الزمالك والجانب اللاعب الجابوني. طيب السؤال دلوقتي، كيف سيحصل النادي الروماني على البطاقة الدولية للاعب بعد أن وصلت إلى نادي الزمالك طبقا لاتفاقيات التعاقد اللي تمت ما بين اللاعب ونادي الزمالك؟ بخصوص هذه النقطة فيوجد الكثير من الأسئلة خاصة بالجماهير المصرية وخصوصا جماهير الزمالك وأيضا جماهيرنا،
لأن شغف الجماهير الزمالك خاصة بهذه الصفقة كان كبيرا، ولا نتمنى أن يوجد أي تصادم بين العلاقات بين البلدين، ولكن أعتقد أن ولأن اللاعب كان لاعبا مرغوبا في الناديين، فأعتقد أن رابيد سيحاول أن يتوصل للأمر بشكل ودي. أعرف أن الزمالك ليس منفتحا لحل هذا الأمر بشكل ودي، ولكن النادي بالفعل حصل على توقيع اللاعب ولم يكن موقعا لأي نادي في العالم، فبالتالي إدارة نادي رابيد لم يكونوا هواة أن يوقعوا مع لاعب متعاقد مع ناد آخر. أعتقد أن الأمر كان سهلا بالنسبة للنادي الروماني حتى الآن، ولكن لنرى ماذا سيحدث بخصوص البطاقة الدولية. أعتقد أن نادي رابيد كان ملتزما بالقوانين والقواعد بالنسبة لإدارة رابيد القديمة أو حتى إدارة رابيد الحالية. العديد من اللاعبين أتوا إلى رومانيا، النادي قد عانى من قبل من الإفلاس، ولكن الإدارة الحالية ولديها العديد من الرعاة ولديها الكثير من الأموال تنفقها بخصوص موضوع الصفقات، ولكن أنا متأكد 100% أن الإدارة لن تتخلى عن هذا الأمر. أنا متأكد أن النادي لديه فريق كبير من المحامين سيشرعوا في البدء لإيجاد حل لهذا الأمر. أعتقد أن موقفهم الإيجابي أمام الفيفا سيحسن من موقفهم في إحضار البطاقة الدولية. الروماني إيمانويل روسو الصحفي المختص في الرياضة ونادي رابيد بوخارست، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء.